الدين سؤال موضوعي في ظل التعفن المتزايد على نصر الدين الوضع السياسي. تشوف مرشح رئاسي مقبول من مركز للمركز، وكذلك قلت الدكتور المكي اليوم منع او الحمله نتاعو منعت باش يقدم وثائق تهم الحساب البنكي. هل ان السيد سعيد باعتباره القائد الاعلى للقوات المسلحه الامنيه والعسكريه والمتحكم في كل مفاصل الدوله كبيرها وصغيرها منذ 25 جويلة، هل هو جان ام ضحيه؟ هل هو فاعل مفعول به؟ وين مجال الاستفاده نتاعه اذا كان امبليكي في الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقه سعيد قيس سعيد هذا وذاك. قيس سعيد جاني من زاويه ومجني عليه من زاويه اخرى. كيفاش؟ لانه الراجل بصراحه بح صوته حتى قبل الانتخابات، لكن نرجع اذا الارشيف بح صوته قال لك انت راك لا تسوى شيء، وانتم يجب ان ترحلوا جميعا في 2003 13 في 2013 سمح، وقال راهو يلزمكم، وقال راهو الاحزاب هذه ما عندهاش مكان، وقال راني انا مانيش جاي بحل وطني، فقط نغرس في الوطن فسيله في الوطن كتجربه، وبعدين انا جاي بحل عالمي جاي الامميه. ارى العصر القديم انتهى، قاعده تداول فيه الدول الاخرى. رجل واضح مش حتى نقاش. انا كان شخصيا كان كتاباتي وكنت حتى معك انت نقول يا جماعه، لكن الغالب وقت يغلبك التيار ما عندك الا تستسلم ولا تجانب ولا تساير. قلنا يا جماعه ما تحولوش اللحظه هذه الى لحظه انتخابيه، حولوها الى لحظه نضاليه، لانه الراجل واضح معك ما كذبش عليك. الراجل قال لن اسلم البلاد الا لشخصيه وطنيه، ونحن ندرك جيدا أن الشخصية الوطنية مثلها مثل الإمام الغائب ما زالت لم تظهر. ظهرت شخصية واحدة والشخصية الأخرى لم تظهر. وقتاش تظهر الشخصية دي؟ كي تقرا سياق السياسة نفهمه، فقط ركز بدون عاطفة. الشخصية هذه باش تظهر وقت اللي طرحها القيس سعيد. نحن نتحدث على الإنسان ماضي قدام، نتحدث على الإنسان تسقط، ذاك محور آخر. وقت يسقط، وقت يطرح قيس سعيد، وقت يفقد توازنه، وقت يكبر ويهرب وما عادش به وين، وقت يولي قريب بايدن ولا أسوأ من بايدن، تو يشوف واحد النايب نتاعو ولا النايب نتاعو ولا المريد نتاعو يطلع تو يبدا عشعش وينمي في المريد نتاعو وبعد يقدمه. هذا اذا كان قدمه، لانه شخصيه قيس سعيد ماهيش كي شخصيه بايدن. شخصية بين شخصية أنانية وشخصية جامحة وحبت وحب يجدد تحت أي طائل، ولكن في الأخير استسلم الزهايمر بتاعه والمرض بتاعه. قيس سعيد قد لا يستسلم، قد يبقى غالب، ينمي صبي من الصبيان بتاعه بحذاه على أساس يطمن روحه حتى إذا كان في آخر مرض. والراجل واضح، خطابه كان واضح، فقط نحن دخلنا في صراع في متاهات الأصل فيه كنا نحن بدون نشعر كنا نناقش كيف سيزور قيس سعيد الانتخابات. نعم. وبأدوات، وخذنا الأمور كل تحت سقف هذا، وإلا قيس سعيد ما كان له، كان الراجل واضح أبدا وكان بائن فاقع، واضح الأمر أنه ما هوش باش يسلم ليك الأمر، وأنه ماضي قدام في التجديد. كان لو كان كنا اتفقنا مع بعضنا على أساس آت المرحلة هذه نصارعوا فيها قيس سعيد، إذا كان سقط ماذا بينا نحن؟ إذا كان لدينا أدوات أخرى باش نسقطوه ماذا بينا؟ لكنه قاع بالطرق السلمية طبعا وديمقراطية. إسقاطه بالطرق السلمية طبعا. طبعا هذا في هذا من المسلمات نحن نحط عليها. فقيس سعيد قلنا لو المجموعة كلها يلزمها تضافر جهودها من أجل البحث عن طريقة إسقاط قيس سعيد. للأسف الشديد أنه قيس سعيد أرمى طعم، أنه كانت ساحة هشة وهشة جدا. كيفاش؟ أصبحت الناس تتصارع فيما بينها، حتى المدرسة الواحدة، حتى أبناء اللحظة، أبناء الشرعية، حتى الناس اللي مؤمنة بالديمقراطية وبالثورة دخلوا مع بعضهم في صراعات جانبية طفولية، وصدقوا اللي قيس سعيد ممكن توقع عليه ثغرة، ممكن يخلي الأمر، ممكن يسمح لنا، لعل في لحظة من اللحظات يرق قلبه. معناه بناء هش، تصور هش، تصور غير منطقي غير واقعي. نعم. الناس اللي تعرف شخصية قيس سعيد
الاصل فيه راي كانت بنت فكره بنت تصور. قيس سعيد اعطانا كل شيء، فقط نحن ما حبيناش نمشي واستهلكنا اللحظه. الان علينا ان نرجع، يلزمنا نرجع الان، يلزمنا نبنوا على التجمع هذا، على بداية الخصومات هذه، على بداية الانسحاب من حزام قيس والذهاب إلى معارضته. الآن هذا هو المشهد اللي لازم يمشي، ما عادش تستهلكنا اللحظة. يجب أن نفهم جيدا أن عملية الرهانات مازال قدام، ثم الناس مازال تراهن قدام على أساس والله ثم أمل أنه راهو زناد يقدم، أو راهو ثم عبد اللطيف المكي قال راهو يمكن، ثم قاضي في سيدي بوزيد قال ممكن، ثم القضية تتحرك انطلاقا من الفصل كذا وكذا، وراي المحكمة الإفريقية، شوف المشهد، راي المحكمة الإفريقية ممكن تعمل حاجة. أوهام وعملية هروب إلى الأمام. أنت أمام إنسان مقرر أنه باش يمضي. أنت الصورة، خلينا نعطيه الصورة أقرب، الصورة هذه بالضبط كيف عشية اللي نادى على مجموعة الصادق بالعيد. نعم. الآن بالضبط المشهد كامل برمته هو الصادق بالعيد ومجموعات. وقيس سعيد قاعد عارف وش يعمل، وقاعد يدون في الملاحظات الأخيرة الدستور. وحضره حطه في قطار ويستنى فيك أنت يتململ القالق، هو عمل القار وعمل كابوسا وعمل، يستنى في بالعيد وجماعة باش يجيبوا ليه برك النتيجة، وبعد يقول لهم يا صحيتو، أوكي حطه في المزبلة ويجبد الدستور بتاعه ويمضي. نفس المشهد هذا سياسة الراجل هي هذية، نفس المشهد هذا قاعد يطبق. نعم. سعيد تفضل. نعم واصل. نفس المشهد هذا قاعد يطبق فيه قيس سعيد. الراجل خلاص باش يوصلك حتى، ولا بالعكس هو مش باش يوصلك بركة حتى يلعب بيك ويعمل بيك ديكور وفي الأخير يخرج قرار ويمضي، لا هو باش يوصل للتطاحن والتباغض. وقال الواحد كان قلبه يدمي، كان قلبه دم. نعم. ناس تتصارع أنا فلان الفلاني هو الذي سينقذ البلاد، لا لا يا كذاب يا بيك يا فلان الفلاني هو لا. وانت تشوف مشهد كاريكاتيري، مشهد رف يتصور من داير. قيس سعيد قاعد فوق الربوة يضحك عليك وعارف روحه نتيجة 6 في الليل ولا 7 أكتوبر في الصباح في الفجر شنو هي. تفضل يا حسين. نعم.